ما هو تفسير رؤية البول في المنام؟ رؤية البول في المنام لها العديد من الدلالات، فقد تكون رؤيته إشارة إلى الخير أو تكون نذيرا بوقوع شر، وقد اختلف المفسرون في تفسير رؤية البول في المنام على حسب حالة الشخص الرائي وظروفه، وما إذا كان رجل أو امرأة عزباء أو متزوجة أو حامل. رؤية البول في المنام تشير إلى خير كثير ورزق وفير للرائي. رؤية شخص يتبول في المنام تشير إلى حصول الرائي على منفعة من هذا الشخص. أما رؤية شخص يتبول لبنا في المنام تشير إلى انتهاء جميع الهموم والأحزان التي كانت في حياة الرائي. رؤية بول في الملابس الداخلية في المنام تشير إلى تعرض الرائي لمشاكل وأزمات كثيرة في حياته. رؤية بول في كل مكان في المنام تشير إلى شعور الرائي دائما بالقلق والتوتر من أجل المستقبل. أما إذا رأى الرائي أنه يتبول في أي مكان في المنام تشير إلى أن الرائي يصرف الكثير من الأموال في أشياء غير مفيدة. رؤية الإمساك بالبول في المنام تشير إلى حدوث بعض الأمور السيئة في حياة الرائي والتي ستكون سببا في حزنه وتعاسته. ما تفسير رؤية البول في المنام للعزباء؟ رؤية العزباء بول على فراشها في المنام تشير إلى أنها سوف تتزوج في وقت قريب من شخص مناسب لها وتحبه. رؤية العزباء أنها تتبول كثيرا في المنام تشير إلى أنها ستسمع أخبار سارة تخص حياتها في الأيام المقبلة. رؤية العزباء بول على الأرض في المنام تشير إلى أنها سوف تتزوج من رجل ذو ثروة ومكانة مرموقة في المجتمع. رؤية العزباء أنها تتبول أمام الناس في المنام تشير إلى كثرة الهموم والغموم في حياتها. ما تفسير رؤية البول في المنام للمتزوجة؟ رؤية المتزوجة أنها تتبول في المنام تشير أنها الفترة المقبلة ستعيش فيها حياة زوجية هادئة وسعيدة. رؤية المتزوجة للتبول على الفراش في المنام تشير إلى أن زوجها سيحقق أرباحا ومكاسب كثيرة من تجارته. رؤية المتزوجة شخص يتبول عليها في المنام تشير إلى أن الله سيرزقها بالحمل قريبا والله أعلم. ما تفسير رؤية البول في المنام للحامل؟ رؤية الحامل خروج البول بكثرة في المنام تشير إلى أنها سوف تضع مولود ذكر والله أعلم. رؤية الحامل بول الدم في المنام تشير أنها ستمر بعملية ولادة سهلة وميسرة. ما تفسير رؤية البول في المنام للرجل؟ رؤية الرجل احتباس البول في المنام تشير إلى أنه سيمر بخسارة مادية كبيرة في الفترة المقبلة، ورؤيته الكثير من البول في المنام تشير إلى أنه سيحقق نجاح كبير في حياته العملية. أما رؤيته لشخص يتبول عليه في المنام تشير إلى حصوله على أموال كثيرة من شخص يعرفه.